في البداية أنا برحب بيكم جميعا وبوجه لكم التحية وبقول لكم شكرا جزيلا على حضوركم معنا هنا ووجودكم معنا، شكرا جزيلا. أنا عايز أكلمكم عن بلادي مصر، لأن في ناس كانت افتكرت إن بلادي ماتت. لا، مصر دي بلد ربنا خلقها عشان تعيش. كان من 7000 سنة كانت مصر موجودة وعلمت الدنيا كلها وقدمت الحضارة للعالم كله، والكلام ده موجود في كتب التاريخ بيدرس في العالم كله. وبعدين تعالوا نتكلم على من 150 سنة بس، من 150 سنة بس كانت في بعثة من دولة عظيمة جدا جاية تشوف تجربة مصر سنة 1862، تشوف الدولة العظيمة دي بقت عظيمة ازاي. الدولة دي كانت اليابان، جت تشوفنا احنا مين واحنا ازاي. حب البلد مش كلام، انا بقول لكم كلكم حب البلد مش كلام. عايزين نبني بلدنا وعايزين ندي امل حقيقي للناس، فعشان نعمل ده نعمل كل حاجه مشروعه لتنفيذ ده. 10 سنين نكون زدنا 26 مليون إنسان، هنكون زدنا 26 مليون تقريبا كده لو استمرنا بالمعدل اللي احنا موجودين فيه. فالعاصمة الجديدة كلها في خلال 30 ل 50 سنة طبقا للتخطيط هتاخد 5-6 مليون، مش كده برضو ولا ايه؟ مهم قوي ان انتوا تعرفوا، عشان الكلام ده ممكن قوي دول كتير تعمله معانا، تجيب التمويل لشركاتها وشركاتها تعمل مشروعات عندنا. يعني يطلع الفلوس من الجيب ده تروح الجيب التاني كده. انا جات لي دعوه من المستشاره ميركل وانا بشكرها، وانا كنت بتطلع لزياره المانيا لان انا بقدر وبحترم هذه الدوله، واحنا التزاماتنا مش التزامي انا، التزام المصريين بالسداد أمر لا يقبل الشك. 13200 ميجا كهرباء من شركة واحدة لازم يضخوا إن شاء الله خلال سنة ونص في الشبكة المصرية. الجهد اللي اتعمل من كل المسؤولين ومن المستثمرين جهد عظيم ومشكور، لكن لسه بدري. إن شاء الله السنة الجاية نيجي نجد منظر مختلف خالص، الطرق والكباري والمنشآت وكل حاجة. بطلب منكم إن احنا نشكر ونذكر بكل خير صاحب هذه الدعوة، يعني هو في رحمة الله إن شاء الله. الفكرة بتاعت عقد هذا اللقاء وهذا المؤتمر والدور اللي قام بيه، الحقيقة بيدعونا كلنا إن احنا نأكد إن احنا هنعمل هذا اللقاء كل سنة مرة، بس مش لينا احنا بس، مش لينا احنا بس، يبقى تجمع اقتصادي للدول اللي ليها ظروف صعبة. الدول اللي ليها ظروف صعبة تيجي وتلتقي ويبقى في تجمع لصالح هذه الدول. فاسمحوا لي ان احنا يبقى نشتغل من دلوقتي، والدعوة موصولة لكل اللي موجودين من الشركات والمستثمرين، كل المستثمرين ان هم يبقوا موجودين معانا ان شاء الله السنة الجاية تقريبا في ميعاد زي اللي احنا بنتكلم فيه.